يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستمرار في تحريك السبابة في التشهد حتى نهاية الصلاة؟ محل خلاف، وأصل التحريك ما هو بواجب، سنة، لكن الأقرب والله أعلم أنه يحركه عند لفظ الجلالة، يرفعه ويحركه عند لفظ الجلالة. بعض العلماء يقول يرفعه ولا يحركه، بعضهم يقول يرفعه ويحركه، الأمر في هذا سهل. نعم.